معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. مرحبا بك دكتور صفي الدين. إذا وصية السيناتور الأمريكي جون ماكين بعد وفاته ألا يحضر ترامب جنازته، ما دلالة نشر هذه الوصية على شعبية ترامب؟ أولا تحياتي لك وإلى كل المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني أنا أحب أنعي السيناتور جون ماكين، وهو من أنبل ويعني أكثر الناس غيرة على الحرية وعلى الديمقراطية، وكان موقفه فريدا، ولهذا أنا يعني أحيي ذكراه فريدا بالنسبة لمصر. دفع عن حق مصر في الديمقراطية ووقف لوحده ضد انقلاب بشجاعة واستمر في هذا. طيب ويعني يستحق من المصريين. لننتقل إلى موضوعنا سيد دكتور صفي الدين لو سمحت. نعم. ماذا تمثل هذه الوصية من ماكين لترامب؟ هل تؤثر في شعبيته؟ طبعا طبعا طبعا. ترامب شعبيته تتأثر كل يوم وتتناقص لعلمك. هو طبعا في عنده مجموعة معينة قد تصل إلى 20% من الشعب الأمريكي، دول هيفضلوا معاه على في الغالب إلى النهاية، اللي هم اليمين المتطرف والمسيحي المتطرف وكل هؤلاء دول هيظلوا معاه، لكن هو بيتآكل في ال 15% الآخرين كل يوم بتتآكل شعبيته. طيب هناك تهم جديدة تلحق ترامب، منها ما كشفته شبكة سي ان ان انه بشأن فضيحة امتلاك ترامب طفلا غير شرعي. إلى أي مدى يضعف ذلك موقف ترامب سياسيا في صفوف الجمهورين؟ ومن وراء هذه يعني الفضائح التي بدأت تظهر؟ هل هو اللوبي اليهودي؟ لا أنا ما أعتقدش أن اللوبي اليهودي في هذا، هو اللوبي اليهودي دائما بيستفيد من أي يعني رئيس ضعيف في البيت الأبيض. نعم. فهو الرجل هو اللي أضعف نفسه، لأن هو الحقيقة هو فلتة من فلتات السياسة الأمريكية، من حيث أنه هو أقل رئيس يمكن وصل إلى الحكم وغير مؤهل. يعني الحقيقة دي غلطة تاريخية وستكتب، لكن هو يعني حاليا أخطاؤه وحياته الشخصية وحياته المالية بتضيق الخناق، لأن كل يوم بالذات المستشار المسؤول عن التحقيقات الخاصة اللي يعني بيقول هو روبرت ميلر بيعمل في هدوء، وهو رجل متمرس 11 سنة كان يعمل مدير وكالة المباحث لك، ورجل محترم، ورجاله كل يوم بيضايقوا الخناق، فبيسقط الكثير من من هم حول او من كانوا حول ترامب. ولكن ترامب هدد بالتدخل الشخصي في تحقيقات الفي اي ببريد هيلاري كلينتون، هل تعتقد انه بات يشعر بنهايته، لا سيما بعد تلك التغريده التي تحدث فيها عن عزله؟ هو لا يستطيع انه يتدخل، ويعني اذا اقدم على انه يعزل مولر وينهي او يعزل وزير العدل او يعني اللي هم الاترني جنرال والنائب العام، كل اعضاء الحزب الجمهوري قالوا له ستكون نهايتك ولن نستطيع ان ندافع عنك او ندعمك في الكومنت. فهو يعلم انه لا يستطيع ان يوقف هذا النضال من الفضائح اللي بتضيق الخناق عليه كل يوم. شكرا شكرا جزيلا لك من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصريه الامريكيه دكتور صفي الدين حامد.